ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم على لون البول وعلاقته بالامراض. اول حاجة، اللون الطبيعي هو اللون ده، اللون الاصفر الفاتح، ده اللون الطبيعي بتاع البول. لو اللون ده ما بيبقاش فيه اي حالة مرضية بالنسبة للمريض، ولكن لو اللون البول كان ابيض فده دليل على معدل التخفيف بتاع الأملاح اللي في الجسم عالي جدا، فمعنى كده إن دي حالة مرضية. بيكون ساعتها اللون أبيض شفاف جدا زي المية اللي احنا بنشربها. اللون الأبيض الفاتح دليل على التهابات في المسالك البولية، والالتهابات دي ممكن تخلي لنا جهاز المناعة بيقوم بإرسال كرات دم بيضاء إلى أماكن الالتهابات، فبالتالي بتخرج في البول على هيئة لون أبيض، فبيكون اللون اللي بيظهر لنا لون فاتح وأبيض زي المية. وكمان قد تصاحب اللون ده رائحة قوية أو كريهة للبول، أو ألم أسفل أو في منتصف الظهر، أو ألم في الحوض، أو حرقان في البول، أو كثرة التبول. كمان أثناء الحمل ممكن اللون يبقى أبيض جدا نتيجة لوجود بعض الأفراز المهبلية أثناء الحمل واختلاطها مع البول، فبيتغير اللون إلى اللون الأبيض. كمان حصل كلى، قد يتمكن الجسم من التخلص من هذه الحصى وبتمريرها عن طريق البول، وبالتالي بيصبح كمان اللون لون أبيض. كمان الناس اللي عندها أو الرجالة اللي عندهم مشاكل في الجهاز التناسلي أحيانا بيكون بيخرج بعض المني في أثناء البول نتيجة الارتجاع للبول ده، ارتجاع المني في البول، وبيؤدي إلى ظهور كمان اللون الأبيض في البول. اللون الوردي أو الأحمر الفاتح، اللون ده بيقول لنا إن ممكن يكون في دم في البول، بس برضو مش شرط يكون في دم في البول وبس. أحيانا بيكون مثلا أثناء الحيض بيخرج دم مع البول وبيكون مختلط بيه، فبالتالي بيظهر اللون باللون الوردي. ولكن هناك في حالات مرضية لظهور اللون الوردي أو الأحمر في البول نتيجة لالتهابات شديدة في الجهاز البولي، أو إن في بعض التكيسات الكلوية أو الأمراض السرطانية أو حصوات الكلى أو المثانة. ومش شرط يكون حالة مرضية، أحيانا من المأكولات زي أكل البنجر، وكمان بعض المأكولات الأخرى بتغير لنا لون البول إلى اللون الأحمر. كمان بعض الأدوية ممكن تغير لنا لون البول. ولكن لو كان لون البول من غير ما يكون فيه أكل غير اللون وما كانش فيه أي حاجة تانية، ده دليل على حالة مرضية وهو وجود دم في البول. تالت لون، اللون البني اللي احنا شايفينه ده عامل زي لون الشاي. اللون ده نتيجة احيانا بيكون من بعض الادوية بيصبح اللون البني ده. ولكن لو ما كانش فيه ادوية ممكن بتكون حالة طبية هي الاصابة ببعض امراض الكبد والكلى والتهاب الجهاز البولي، فبيحول اللون الى اللون البني الغامق. وبكده عرفنا الألوان الرئيسية للبول ومدى علاقتها بالأمراض. شكرا، ما تنسوش تعملوا لايك، واللي ما اشتركش في القناة ياريت يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك منا كل جديد.